ايه في ايه؟ اخوك ايه؟ اخويا لقيت حاجة؟ مش كتير. ايه ده؟ انا عارف التصوير اللي لقيته في الخزنة. خدي دول. إلهام بتعمل ايه جوه؟ وطي صوتك، ما انا واقفه قدامك اهو. قدامي فين؟ خد رجع لهو. ايه ده؟ انتي كنتي واقفه هنا دلوقتي؟ ايوه. سلامة عينيك. طب البس العودي تاني. لا مش عاوزاه، احسن يكون بتاع امك. تشوفه عليا تعمل لي فضيحه. البسيه بس. مش معقول، مش معقول، حاجة تجنن. إلهام اقلعيه. ايه هو؟ البسيه اقلعيه. ايه الحكاية؟ وريني كده. دي بركات العفاريت اللي على أمي. بركات ايه؟ لا ولا حاجة. أنا لازم أرجعه مطرح. اسمعي. روح أنت هاتي شنطة إيدك. لازم نمشي قبل ما يصحوا. يلا. حاضر. هايل. يا سحر. ها؟ حد شايفني؟ ده أنا مش شايف نفسي. انا هعمل بيك البدع. اركبي اركبي. جبتها منين دي؟ انت لسه شفتي حاجه؟ اركبي. معقول اشتريتها بالقرشين اللي خدتهم من خزنه ابوك؟ خزنه ابويا؟ خزنه ابويا ده ايه؟ ده انا هجيب لك خزنه بنك بحاله. وقفت ليه؟ لا مفيش، بس هنزل اجيب قرشين. انت ليك حساب في البنك؟ يعني مبلغ صغير، مليون دولار. ايه؟ كم؟ اسمعيني كويس، تعالي اقعدي مطرحي وخلي العربيه دايره، اول ما تلاقيني جاي دوسي بنزين على الاخر. بس انا معرفش اسوق العربيه دي. يوه زيها زي عربيه الاولانيه. يلا.
ستر ربك. فلوس فلوس شنطه شنطه فلوس بنك الشرق. يلا اطلعي بسرعة، بقول لك اطلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا سمير. سمير انا مش شايفاك. اطلعي بسرعة بعدين افهمك. حاضر. دوشي بنزين دوشي. انا مش شايفاك. انا قاعد جنبك ما تخافيش. جنبي فين؟ بصي قدامك. حزمي حزمي العربية. اوه انزلي انت هتوديني في داهية. يلا انزلي. سمير سرقني. سرقك؟ سرق ايه؟ سرق اللي سرقه. المهم تعالى معايا نجيبه من تحت الارض. اتحرك. اتحرك ازاي يا بابا؟ انا لازم اسلم المقاله دي للمجله دلوقتي. مقاله ايه؟ تعالى معايا اتحرك. بابا لازم اسلمها دلوقتي. يا ابو سمير. بابا انت يا وليا، انت يا وليا، انت وليا، رد عليا يا وليا. يا ماما صباح الخير. ابعد عني انت وهو، مش عايز اعرفكم. يا ماما روح مالك البيت لحد عندك نايميها بقى. الواد سمير ما عداش عليكي. روح دور عليه في المخور اللي كنت فيه انت وهو. ما خلاص هسيبه، انا هسيب القص وارجع هنا تاني في الحاره، بس لازم الاقي الواد سمير. بس الواد سمير وإلهام سرقوا بابا. ايه فلست؟ الف نهار ابيض هزغرت. المصيبه مش في الفلوس. ايه صعبان عليك البيت إلهام؟ لا تشحى منك الواد سمير. طيب ايه اصوت يختفي؟ يا ماما هتلطمي في الشارع كمان. تستاهل يا شايب يا عايب، ان شاء الله ركبك هياكلها الدود. الله يخرب عقلك. صبرك عليا اما ارجع ان ما لبستك القميص الاحمر. يلا بينا. لا يا بابا لازم اروح المطبعه الحق المقاله. اللي سرقه اخوك اهم من المقال. المقال اللي هعمله ده مهم جدا، اهم من سمير اخويا. عن حرامي تاني، حرامي اكبر من سمير، الاخ محمد السيد، مرشح نفسه في انتخابات المجلس، حرامي ونصاب واستغلالي، لازم اكشفه للناس عشان ما ينتخبهوش. مش هتقدر. ليه؟ لازم نلاقي اخوك وناخد منه اللي سرقه. صباح الخير يا كامل افندي. مش عايز لحمه، انا دلوقتي ببيع بالتسعيره. اهلا بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيه. سامع بابا؟ سامع؟ يبقى المقال بتاعي جاب مفعول، بيبيع بالتسعيره بعد ما هجمته. ولا انت عارف حاجه. مالك يا جميل؟ شايل هم الدنيا ليه؟ النبي سيبني في حالي، انا مش فايقالك. مش قبل ما اعرف ايه اللي مضايق. يوه ما قلت لك سيبني في حالي. صباح الخير يا زينب. ايه ده؟ تقف جنبي بتعمل ايه؟ الجدع ده بيضايقك يا زينب؟ قولي لي انا فين الهام؟ مش عارفه يا عم كامل، انا قلقان عليها قوي، دي ما رجعتش البيت من امبارح. كانت بايته عندنا وسرقتني هي ولاد سمير. ايه؟ سرقتك؟ يلا بينا ندور عليه. استنى ما اشوف حكايه الجدع الفرح ده مع زينب. احنا فيه ولا في ايه؟ هوا اتحرك. يلا بينا مش هتقدر عليه. سمعت الاخبار؟ ايه سرقوا البنك. حته خبر، استنى ما اشوف الموضوع ده. مش وقته مش وقته. ده بيقولوا الحرامي دخل وخرج من البنك زي الشبح، لا حد شافه ولا حد قدر يمسكه. بتقول زي الشبح؟ امتى الكلام ده حصل؟ النهارده الصبح الاستاذ اوراني كان هناك وحضر الحادثه. ده بيقولوا اللي اتسرق يجي مليون جنيه وزياده. لازم هو. هروح المجلة اشوف الخبر ده ايه. لما تلاقي اخوك هتعرف كل حاجة. يا زينب اما تيجي الهام خليها تحصلنا على القصر. حاضر يا عم. بتطمن اسيبها مع الجدع ده. لا ده انت مش قده، وانا خلاص مبقاش فيا حيل. يلا بينا. الهام انت كنت فين؟ يا مصيبتي ايه اللي عملتيه ده انت وسمير؟ انا ماليش دعوة، انا كنت في العربية والعفريت بتاعه ساعه ورماني على الارض. عفريت؟ عفريت وعربيه ايه؟ انت تصعبطي؟ عم كامل قالب عليك الدنيا، بيقول انك سرقتيه انت وسمير. وانا مال؟
ابن هو اللي فسداه. طلع البيت علشان استريح. استريح ده ايه؟ سمير فين؟ يوه قلت لك معرفش. يو بلاش تقابلي عم كامل وتفهميه على اللي حصل. يوه سيبيني بقى انا اعصابي تعبانه. ما تحاوليش تهربي انا جايه معاكي. طيب طيب انا هطلع اغير وانزل تاني. رجل على رجلك طالعه معاكي. تحبوا اوصلكم بالعربيه؟ زي بعضه عشان نلحق الكليه. ايه ده؟ والاول ساب لي لوحديها؟ ما تخافيش حنفي موجود. انا مستنيكم. عربية مين دي؟ دي لازم عربية سمير، أكيد سرقها. هو سرق إيه ولا إيه ولا إيه؟ هو عايز إيه بس؟ أخوك في إيده حاجة، ممكن في إيد واحد تبقى خير على الناس، ممكن في إيد واحد تاني تبقى شر ومصيبة. إيه اللغز ده؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. ما هو لو أقول يبطل مفعول. مش وهيش، عاوزين نطب عليه ونخطفها. المرتشين وفي الاخر اخويا يطلع حرامي. تكتب؟ خدت ايه يا اخويا من الكتابه دي؟ ابوك بوظ مخك بالكتب. اخرس يا كلب يا فستان. خلاص القرشين بتوعك اهم، مفيش داعي للاهانه. فين الامانه اللي خدتها من الخزنه؟ فين الفلوس اللي سرقتها من البنك يا حرامي؟ بنك ايه وامانه ايه؟ مفيش فايده فيه، انا هبلغ بوليس. بوليس ايه؟ حمدي عيب اخوك اللي داري على اخوه حرامي يبقى حرامي زيه. صح. اقفل الباب هاجي بوليس. لا خلاص خلاص خلاص. بقولك يا بابا، طب سيب الامانه معايا عشان ارجع فلوس البنك بنفس الطريقه اللي خدتهم بيها. لا هات انت الامانه وانا هرجعهم بنفسي. انت بتوشوشي بتقول له ايه؟ ايه الامانه اللي انت بتكلمه عليها دي؟ بقولك ايه؟ روح انت اكتب لك مقاله ولا تحقيق عن الفقراء. اتفضل يا بابا. تعال معايا، أنا شايل الفلوس والأمانة في البدروم. اتفضل. اتفضل. الفلوس والأمانة كلها في الصندوق اللي هناك ده. يا كلب، يا جبان. كلب وجبان لكن مش مغفل. أنت وعيتك سودة، أنت مصيرك السجن والإعدام. مش ده لو قعدت في البلد يا حبيبي؟ أنا طالع من هنا على المطار، مهاجر أمريكا. افتح يا سمير. افتح يا ابني. ربنا يهديك. الله. حلوة أوي الدعوة دي يا بابا. وأنا بستبشر بدعاء الوالدين. علشان كده المفتاح أهو. افتح يا ابني افتح. افتح يا سمير. افتح يا ابني. زينب. حسنا وصل الكلية. لا لا روحي أنت متشكرين. بصي وراكي كويس، بصي عند الصناديق دي ورماهم هناك. لقيته. طب افتحي افتحي بسرعه. عايزين نلحقه قبل ما يهرب. يلا. عاوزين تلحقوا سمير؟ ايوه يا ابني بسرعه على المطار. طب اتفضلوا اتفضلوا. انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا هناخد تاكسي. تاكسي على ايه ده؟ اركبوا. اتفضلي هنا. ما تضيعوش وقت. لا اتفضلي ورا. ورا. اتفضل. لف. طب يطلع اخويا. سمير اهو. Thank you.
راح فين يا حضرتك؟ أرجوك يا فندم توصل لابني قبض عليه قبل ما يسافر. تقبض عليه يعني ايه؟ أنا متأكد معهوش لا باسبور ولا تذكرة. أمال دخل إزاي يا شاويش؟ الشاويش من غير ذنب، داخل من غير ما حد يشوفه. يعني ايه؟ حضرتك تقدر تشوف الهوا فايت جنبك؟ ما أظنش. إيه الكلام الفارغ ده؟ أفهمه إزاي ده بقى؟ يا فندم ما أقدرش أفهمك، مش هتصدق. طب فهمني أنا يا بابا. برضه مش هتفهم. ايه ده؟ مش حاسب يا استاذ؟ اتفضل. ايه في ايه؟ زي ما اكون عيطت على حد. حد مين؟ الكرسي فاضي. اتفضلي استريح. انا متاكده اني قعدت على حد. في عفريت في الطياره. عفريت في الطياره مش معقول. عفريت ايه الحكايه؟ في عفريت في الطياره. ايه الكلام الفارغ ده؟ تعال اشوف يا كابتن. قاعد هنا، لو قعدت على الكرسي ده هتحس بيه. انت جاي تهزر معايا؟ روح قوم الطياره. اتحرك يا كابتن، اتحرك قبل ما فرغ المسدس ده في دماغها. كايرو تاور، كايرو تاور، الطائره اوسكار دلتا الفا تنادي. يا استاذ، يا استاذ، مش كنت بتقول ان ابنك محدش يقدر يشوفه؟ مظبوط يا فندم. انا مش عارف الحكايه ايه بالظبط، لكن جات لنا اشاره بتقول ان في شخص خفي على طياره نيويورك. يبقى عم كامل ما كدبش. لكن اختفى ازاي؟ انا فاهمه حركات سمير، وهقدر امسكه حضره الظابط. طب اتفضلي معايا. يا بابا انا مش فاهم حاجه خالص. وانت من امتى بتفهم؟ انت لسه هنا؟ انت هتمشي ولا ايه؟ يا عمي انا قلت لك 100 مره انا انسان متحضر، لا انا بتاع ضرب ولا خناقات. وبعدين بقى ده وقته ده. زي ما اتفقنا. اذا ما اتحركتش الطياره في 5 دقايق هخلص عليها. اوعى يا سمير. الهام اللي جابك هنا؟ عاوز تسيبني وحش؟ خدني معاك. قول للكابتن يطلع بسرعه، دول هيبعتوا لك البوليس. اتحرك يا كابتن، اتحرك قبل ما ترغ المسدس ده في دماغها. ساعدوا للاقلاع. الهام وسمير ما نزلوش. لازم الهام ضحكت علينا وسافرت معاه. اقعد 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 على الله. عقد ايه بس اللي راح يا بابا؟ مش تفهمني ايه الحكايه؟ هقول لك على السر، هقول ويضيع المفعول. نزل سلاح يا سمير، الطياره قامت. ايه ده؟ مش ده العقد اللي كان في خزنة ابوك؟ اه. ايه ده؟ انت شايفه العقد؟ ايوه، وشايفك انت كمان. شايفاني؟ شايفاني؟ ايوه، بشحمك وبلحمك. يا نهار اسود. كايرو تاور، كايرو تاور، الطائرة أوسكار دلتا ألفا تنادي.